شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان. كابتن اسامه، كنا بنتكلم على التغييرات اللي حصلت الشوط الثاني، وخصوصا تغيير صلاح محسن لما نزل مكان جيرالدو، واثروا على القوه الهجوميه وتحركات المهاجمين في الفتره اللي لعبها صلاح محسن لحد نهايه الشوط الثاني. زائد في حاجه كمان، نتيجه 3-0 انا بالنسبه لي من وجهه نظري انها نتيجه غير مرضيه. لا، هي بص يا ايمن، من حيث نتيجه 3-0 هي كبيره، بس بص على احداث المباراه. ايوه، ما احنا بنتكلم بقى على احداث المباراه والفرص الكتيره اللي جت. كان سهل جدا النتيجه تتضاعف. صحيح. خاصه لو احنا كنا جبنا الشوط الاولاني هدف، ده اللي كانت هتسهل المواضيع جدا. يمكن علاء وشريف وهاني اتكلموا في النقطه دي. احنا اصعب حاجه في مع الفرق اللي زي المحله، مع احترامي الكامل ليهم، انك تجيب الجون الاولاني. صح. انت 45 دقيقه عدت ما جبتش جون. اللي سهل لك الثلاثه في الشوط الثاني انك انت جبت اول ما نزلت بدقيقتين، رحت جاي الشوط الثاني جبت الهدف الاولاني بتاع محمد شريف، فقدرت تجيب جونين بعد كده. وانا يمكن كنت بكلم مع شريف، قلت له سهل النادي الاهلي يكسب 4-5. صحيح. بس هو يجي الجون الاولاني. فهي الفكره ان العدد الاهداف ثلاثه تعتبر نتيجه كبيره، ولكن لو احنا كنا احرزنا في الشوط الاولاني هدف او هدفين كان بسهوله جدا تعدي النتيجه الاربع وخمس او ست اهداف. بس الفرص المهدره برضو الشوط الثاني كتير جدا. الشوط الاولاني كهربا في اول دقيقتين في انفراد لما نجيب الحالات حطها في بطن رجله، كانت سهله قوي. جول ده جول محمد شريف ده الجول الاول. حلو قوي الاولاني طبعا. جول حلو قوي. يعني لما نتكلم عليه ممكن نجيبه من اوله. يا ريت نجيبه من اوله. بعد اذنك يا لا ايه ده كده ما بنتش من اولها. لا نجيبها من الاول. اول ما اتلعبت لمحمد شريف هي من بدري. الجون ده في اول ما نزلنا يعني في الشوط الثاني، فعشان كده الامور اتفتحت اهي. اتعملت ماشي. طبعا طوليه كره طوليه حلوه قوي. هو دلوقتي النادي الاهلي بينوع بين اللعب القصير بالاستحواذ والكور الطويله اللي في العمق. من ايمن اشرف او من علي معلول. يعني الهدف الثاني من ايمن اشرف، الهدف الاولاني من علي معلول طوليه. اللمسه دي ثلاث ارباع الجول. اولا تصرف هايل من محمد شريف في التحرك، ثم الاستلام والقرار ان هو احساسه. صحيح. كمهاجم ما بصش للجون، هو عارف ان الجون معاه والجون فاضي، فهو لف وحطها على طول. يعني هو دلوقتي خلق عارف ان الجون معاه والجون فاضي، هو راح حاططها على طول. لا ده في واحد بيغطي كمان. ماشي كمان. انا اقصد ان هو حاسس ان الجون معاه وحاسس بالتاني كمان اللي راح يغطي فعملها. فطبعا استلام كويس قوي، تحرك كويس، هدف جميل، تمريره رائعه من علي معلول، وهو تفكير حلو قوي. حلو يا اسامه، عارف اتنين مدافعين بتوع المحله بيجرب وشهم. طبعا يعني زي الفورورد. غريبه زي جدا يعني فاهمني. بص المنظر ده وكمان غير كده سابقين الباكين كمان. لا غير كده كمان الحته اللي في العمق اللي في القلب. مش محميه يعني اللي هي الخطر. هما الاثنين قدام يا اسامه. الاثنين المفروض كده الجون بيلعب ليبرو. يعني هو غلط على فكره. سباك سابق هو طلع غلط مبدئيا يعني. طبعا الباكين سابقين والباكين فاتحين لبره مع جيرالدو ومع اسامه. كانوا عاملين الاثنين مساكين دول، كانوا طالعين لبره مش عارف قدام. مش عارف غريبه جدا. غريبه طبعا. ما خشوش بالهم من الراجل اللي وراهم. غريب كابتن. مشكله ان شريف كمان شريف جاي بوشه. انا بقول لك الثلاثه بيجربوا وشهم، اثنين مساكين وشريف. المحله كانت هجمه ساعتها. البشبيشي برضو طالعين معاهم، طالع برجله كانه سايب الراجل. بص هو طبعا هدف رائع من شريف، لكن كمان بشبيشي كمان طلوعه حاجه من اثنين، يا تطلع يا اعمل فاول هنا طالما انا بره ال 18. وانا في دي انا عايز معلش ممكن نجيب اللقطه دي اللي هي ومحمد شريف بيحطها في الجول. يترمي بايده ومحمد شريف بيحطها في الجول. ما كانش ممكن البشبيشي يترمي. انا بقول لك يعمل فاول. ده عمل برجله. لا بص اول ما اتلعبت دلوقتي اولا السردباكين غلطانين لانه طالعين سابقين محمد شريف، والباكين فاتحين لبره. لا انا بقول لك لما دخل بيها الجول 18 هنا لازم يعمل فاول. لا هو كمل كمان. هنا لازم يعمل فاول. لا بص دخل بيها هنا ما كانش ممكن يترمي بدل ما يلعب برجله. لا بص هو بقى حاطط رجله ازاي. هو ده رجع. بص يا كابتن اسامه، هو حاطط رجله كانه مدافع، ما كانش ممكن يترمي بيحط جسمه ويجيب ايده. ممكن يعني، بس انا بقول من يفرد جسمه. دي صحيحه، بس من الاول كمان هو طالع بره 18 وفي الباك رايت غطاه. كان ممكن جدا يعمل فاول. بس شريف طبعا تصرف هايل من شريف. رائع من شريف انه استلم وحط، لانه
لو هو ما عندوش رشاقه كويسه صحيح. ممكن يقع في الكره دي صح. يعني يتكعبل او ان لف بشماله صعبه، دي عايزه رشاقه وعايزه دقه في التوجه صحيح. وفي حاجه كمان هو لعبها عاليه، عارف لو لعبها على الارض كان الباك جاب المدافع الباك اللي غطى كان ممكن يجيب احساس بالمكان، عملها حلوه دي احساس طبعا طبعا احساس دقه احساس بالمكان احساس لعيب هداف احساس بان الجون فاضي تحركه من الاول يعني خد فيها يعني فالشوط الثاني اختلف في ايه؟ سرعه الاداء كتيره صح. كمان مستوى اكتر من لاعب تحسن عن الشوط الاولاني خالص صح. يعني علي معلول مستواه اتحسن، قفشه مستواه اتحسن، ديانج مستواه اتحسن، هاني مستواه اتحسن، طبعا شريف نجم اللقاء من وجهه نظري يعني طبعا. فسرعه في الاداء، تحسن في مستوى اللعيبه. الحاجه الثانيه الهدف اللي جه فركش فرقه المحله قوي، يعني في مساحات كبيره جدا، النفسيه بتاعت ان هم متعادلين مع النادي الاهلي وكده بقت في مساحات كبيره قوي أوي. فالشوط الثاني مختلف خالص في السيطره والفرص والاستحواذ صحيح. صحيح. فكل العوامل دي ادت انه النادي الاهلي يجيب 3 اهداف وكان ممكن وضيع زيهم كمان يجيب يضيف اهداف اكتر. هنرجع نكمل